السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحكي لكم عن شارع من شوارع القاهرة الخديوية، وشارع هو رمز من رموز العسكرية المصرية ورمز للسيادة المصرية لحد ثورة 23 يوليو وبعد ثورة 23 يوليو. هنكلمكم عنه وهنكلمكم عن بعض الأماكن المعروفة فيه القديمة. شارعنا هو شارع قصر النيل. اتسمى قصر النيل ليه؟ اتسمى قصر النيل علشان جنب كوبري قصر النيل كده كان محمد علي قرر يعمل قصر لبنته. طيب الشارع ده مكانه من فين لفين؟ مكانه من عند كوبري قصر النيل، هنعدي على ميدان الإسماعيلية اللي هو ميدان التحرير، وبالمناسبة ميدان الإسماعيلية كان مقرر إن هو يتحط فيه تمثال للخديوي اسماعيل، وكان معمول في ايطاليا ووصل بعد الثوره، حظه يعني وصل بعد الثوره بكام يوم ومركبش، ونفضل ماشيين فيه لحد ما نوصل لميدان سليمان باشا اللي هو ميدان طلعت حرب حاليا، وفي تمثال لطلعت باشا حرب، وهنفضل مكملين لحد ما نوصل لميدان مصطفى كامل، وفي تمثال لمصطفى باشا كامل، ونفضل مكملين لحد ما نوصل لشارع الجمهوريه قبل ميدان الأوبرا. الشارع ده كان بجانب القصر، كان بتغمره برك ومستنقعات. كان سليمان باشا ابن محمد علي أول واحد فكر في تجميل المنطقة دي في الشاطئ الشرقي اللي جنب القصر. ايوه، بعد كده سعيد خد القصر ده وحوله لسكنات للجيش المصري، ومن هنا يبتدي التاريخ الحقيقي قصر النيل وسيادة مصر فيه. خلاص المنطقة دي بقت منطقة استراتيجية ومهمة. لما جه بقى الخديوي إسماعيل قال لك أخطط للقاهرة بتاعتي، وكان طبعا الحتة دي كانت قريبة من قصر عابدين، من سرايا عابدين، ومن بعض القصور الملكية. قال لك خلاص المنطقة دي نهتم بيها جدا جميل قوي ونطورها، الحوار شبكات الصرف الصحي. في أيام الخديوي توفيق تحديدا بعد ثورة عرابي وهزيمة العرابيين الإنجليز، لما أول مكان دخلوا في القاهرة سكنات قصر النيل علشان يعلنوا انتصارهم، دخلوا السكنات ورفعوا العلم الإنجليزي. والخديوي توفيق عمل حاجة غريبة جدا، أصدر قرار بحل الجيش المصري كعقاب للجنود المصريين وضباطهم على الثورة ضده، ومن هنا انتهت السيادة المصرية على سكنات قصر النيل، والمنطقة اتحولت لمنطقة خاضعة للجنود البريطانيين. في سنة 1947 في أولى خطوات استعادة السيادة، الملك فاروق رفع العلم المصري ببدلته العسكرية فوق السكنات دي بعد ما الإنجليز خرجوا منها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وده كان يعتبر رد اعتبار لهيبة العسكرية المصرية وقتها، بعد ما اتنقل بعد كده السكنات من قصر النيل للعباسية بعد ما رجع الجيش المصري يتكون تاني بعد قرار حله. من الأماكن اللي كانت موجودة في شارع قصر النيل قصر هدى شعراوي، كان قريب من المتحف المصري، كان بيشوف المتحف المصري بس دلوقتي ملوش اي وجود. واحنا ماشيين شويه برضه هنلاقي استوديو اسمه استوديو بيلا، ده فوق وهنلاقي النيل. مسرح و سينما قصر النيل، ده اللي كان بيتعمل فيه حفلات ام كلثوم. من المحلات اللي موجوده لحد دلوقتي صدناوي، صدناوي اللي صاحبها سمعان صدناوي مع اخوه سليم صدناوي اللي اصلهم من سوريا، من صيادنا. ومن أشهر المباني اللي هناك عمارة الإيموبيليا ناحية يعني تقاطع قصر النيل مع شارع شريف، وبعد كده خلاص وصلنا لحد العتبة الجمهورية، وكده شارع خلصنا لكم حكايتنا النهاردة.